أول ما دخلت للمستشفى كنت خايفة، يعني فعلياً كنت خايفة. أول مرة أحس بخوف هالدرجة، إنه أطفال كانت المعضلة الوحيدة اللي أواجهها بعيداً عن الأشياء اللي ما كنت أعرفها أجهلها، الشعر، إنه شلون راح أفقد شعري، شلون راح يتغير لون جسمي مثلهم، شلون راح أتحمل الكانولا، الأبر، الفحوصات الثانية، الأشياء اللي العلاجات اللي ركبوها 24 ساعة. بعدين تأقلمت وياهم وانكسر هذا الحاجز لما فقدت شعري وأخذ علاجات مثل ما يأخذون هما، لما لقيت نفسي أكون صداقات وياهم، الأطفال أقعد ألعب وياهم، أطلع وياهم، لما شفت أنه الجو مو مثل ما أنا صورته بالبداية، مو مثل الصدمة اللي صورتها وشفتها وعشتها، فقدرت أتأقلم وياهم. أغلب وقتي العفو موجودة وياهم، فكان هو المجتمع بالنسبة لي أنه أكون مع الأطفال. فنظرة المجتمع ما كنت أهتم لها صراحة، مثل هي بالبداية أثرت علي، أنه لما رحت للمدرسة داومت، لما أطلع بالشارع أو حتى بالمستشفى نفسها لما ننزل نشتري، الناس يباعونا بعين أنه هذا شبي، ليش هيكي يعني مخلي كانولا وأقرع وما عنده لا رموش لا حواجب، فيخافون لما يسمعون انه هذا بمرض السرطان رأسة يروحون من عندك، بس الله يشفيه او خطيه. فهاي النظره وهذا الكلام اللي كنت اسمعه جدا اثر على نفسيتي، بحيث انا خلصت علاج، انا ما احب التقي بناس يعني طلع شعري وعشت حياتي طبيعي. كنت ما اقبل اهلي يقولون انه بنتنا كان بيها سرطان، او ما اقبل انه احد يباوع أي طفل مهما كان مرضه بنظرة شفقة. أول ما داومت، لأن هو يحتاج فترة تقريبا أسبوعين أو شهر حد ما يطلع الشعر ينبت يعني، كانت نظرة الصديقات اللي وياي بالصف إنه هم خايفين مني، يعني أنا شخص ممكن ينقل لهم عدوى، فما كانوا يلعبون وياي. هم صراحة كانوا يحكون وياي كلام لطيف، بس ما كانوا يلعبون وياي، وكانوا يسألوني أسئلة يعني ليش شعرك ماكو، ليش ما عندك حاجب، يعني شنو صار بيش، ليش لهالدرجة انت غبتي وما ظلت تلتقين بينا. فحتى الأسئلة اللي هاي هي صادرة من طفل بريء، أنا كنت أتحسس منها، لذلك تركت المدرسة وقتها، ما قدرت أكمل. هي مجرد كلمة يحكي وياهم، كلمة حلوة، هاي تسوعتهم الدنيا صراحة. لما تشوفها بحالة، هي حالة صحية مؤقتة، احنا ما نقدر انت تعايره بالمرض. أكو ناس يعني يقولوا لك أوه أنت أبو السرطان، أنا واحدة من الناس قالوا لي أنتي أم السرطان، روحي ابتعدي عنها. فما يحتاج تتنمرون عليهم، ما يحتاج تقولوا لهم خطية، هاي الخطية ما لها داعي أساسا، ما يحتاج تعاملونهم استثناء كأنهم راح يموتون أو أنهم ما موجودين يعني بحياة الواقع. هم ناس يعني طبيعيين جاي يمرون بحالة صحية مؤقتة، فترة راح يكون زين وفترة مو زين، فما يحتاج تسأل أسئلة ما إلها نفع أو فايدة. خليكم طبيعيين وياهم، عاملهم مثل الأطفال الطبيعيين، انطوهم حب. عندي صديقة اسمها خنساء، بذاك الوقت كنا ندخل سوية ناخذ جرعة سوية، حتى انه مرات نغير موعد الجرعة على مود بس ندخل سوية تكون دخولياتنا سوية. فاللي صار انه هي كانت جزء من يومي، انه هي ساعدتني، انه احنا ساعدنا بعض انه نتجاوز هاي الايام اللي نبقى بها فترة 15 يوم شهر، هالاشياء يعني هالايام اللي تفوت. اغلب الناس اللي هنا موجودين مشكلتي وياهم انه هم دائما يشوفون الاشخاص اللي تعبانه حالتهم الصحيه واللي هم اساسا يريدون يعني يموتون، ما يشوفون الاشخاص اللي تشافوا مثلي ومثل غيري واللي اقدر اقول عنهم بالالاف او المئات. ما يصعدون هنا، انه هم ما يجون هنا بالرتات، دائما يكونون بالاستشاريه، يسوون فحوصات جوا، فالناس ما راح تشوفهم، فما عندها امل.
أنا هواية ناس جوي هنا هم ما يدرون إنه أنا تشافيت وزميلتي متشافية. فلما أحكي لهم القصص اللي إحنا مرينا بيها، وضعنا شلون مشابه لوضعهم، يكون عندهم أمل إنه أكو. خلال دوامي بهاي المستشفى مرت علي حالة إنه شخص يقول سمعته يقول للممرض، يقول له إنه أنا ما راح أعذب بنتي، هي طفلة صغيرونة، ما راح أعذب بنتي بالعلاج وتالي تموت. فحزت بنفسي هاي الجملة، أخذت على صفحة قلت لعمو هي ما راح تموت، هي أنت إذا تعوفها بالعلاج هي راح تموت، ماكو شيء ممكن يساعدها، بس أنت لما تنطيها علاج صح راح تتعذب، ممكن ما تاكل، ممكن تنتكس حالتها الصحية، بس هي بس هذا أمل إنه أكو شيء ممكن يعالجها، ممكن تطيب من عنده. يعني إذا هي بالحالتين ميتة أكو خيار إنه أنت سويت اللي عليك، الناس سووا اللي عليك، رب العالمين موجود، فماكو داعي إنه تكون بهالتفكير السلبي. راح ورجع ورا ساعة تقريبا قال لي أنا قررت إنه أنطي لبنتي علاج.